السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، بداية جديدة، وأكيد وصفات جديدة. أهلا وسهلا فيكم متابعينا وين ما كنتوا بأي وقت عم بتتابعونا فيه. اليوم وصفتنا مميزة، أكيد كلنا بنحب الصفيحة وكلنا بنعملها، وبتكون خياري الأول لما ما يكون جاي على بالنا الطبيخ ومو جاي على بالنا الرز واللحمة والدجاج. عمركم جربتوا تعملوا صفيحة بالبيف باستري؟ اليوم رح أعطيكم أسهل وصفة للصفيحة بالبيف باستري، ورح نخبزها بالصينية أو بالصاج أو بأي شيء موجود عندكم للخبز. رح ننتقل فورا للمكونات بكل بساطة. عندنا شرائح البيف باستري، بنقدر نستعمل الحجم الصغير وبنقدر نستعمل الحجم الكبير زي ما انتوا بتحبوا. عندي كمان نص كيلو من اللحمة، لحمة مفرومة ناعمة ومعاها شوي من الدهن. رح احتاج كمان بندورة، 3 حبات تقريبا مفرومين، وعندي حبتين فليفلة، حبة خضرة وحبة حمراء، وبتقدروا كمان تضيفوا الفلفل الحار زي ما انتوا بتفضلوها. عندي بقدونس نص كوب، وعندي حبتين من البصل، عندي معلقة من معجون البندورة او معجون الفليفلة اللي متوفر عندكم، عندي نص كوب من دبس الرمان، وعندي شوية طحين. رح استعمل كمان شوية من الزيت. ببساطة مكوناتي رح اخلطها كلياتها بالخفاقة، ورح ننتقل بعديها لطريقة التطبيق. هلا رح ناخد اللحمة، حننزل على اللحمة مع المكونات الثانية كلياتها. طبعا بتقدروا تستعملوا نوع اللحمة اللي انتو بتحبوها مع دهن او بدون دهن، ولكن هاي الوصفة ذات يكون فيها شوي صغيرة من الدهن. عندي البندورة مثل ما حكيت لكم، انا مستعملة هون 3 حبات صغار، وعندي كمان الفليفلة، بتقدروا تستعملوا لون واحد وبتقدروا تستعملوا اللونين. رح نخلطهم شوي صغيرة بس لحتى تنزل المكونات لتحت، ونرجع نضيف عليها باقي المكونات. هلا رح نضيف عليها البصل، والمي اللي بالبصل رح تنزل وتطري لي هالخلطة كلياتها. رح ننزلهم شوي لتحت. رح ناخد البصل، ورح اخد كمان دبس الرمان، طبعا هذا اختياري للي بحبوه، اللي ما بحبوه ما يضيفوه، ولكن بيعطي طعم جدا مميز للصفيحة. رح اخد معلقة من معجون البندورة حتى تزيد لي اللون الأحمر. رح أخذ كمان البقدونس، ورح نسكرها ونخلطها كمان مرة لحتى يصير معانا القوام طري ولين. رح نرجع نشيك عليها كمان مرة ونحاول ننزل المكونات اللي ضلت لفوق حتى كمان تنخفق مع اللحمة. وهلأ بعد ما فرمنا اللحمة مع البندورة والبصل والفليفلة وباقي المكونات، صارت معي بهاي الطريقة. رح ناخد صحن نحطها فيه، طبعا هاي نص كيلو لحمة. وهلأ رح ننتقل للبهارات. رح نضيف شوي من البهار المشكل، طبعا البهارات اختيارية، شوي صغيرة من الفلفل الأسود وشوي صغيرة من الملح، شوي صغيرة من الكاجن أو البهار الحار، شوي صغيرة من الكاري، وطبعا زي اللي خبرتكم تقدروا تستبدلوا أو تستغنوا عن هاي البهارات. رح نخلطهم مع بعض، وبتقدر تضيفوا البهارات وقت الخلط. وهلأ صارت معي اللحمة جاهزة، وهلأ رح ننظف حوالينا
ونجهز النار تبعتنا ونرجع للتطبيق. وهيك بعد ما جهزنا اللحمة ونظفنا حوالينا رح نيجي للتطبيق على الرخامة. رح أخذ شوي صغيرة من الطحين أرشها على الرخامة اللي رح أفرد عليها شرائح البيف باستري بهاي الطريقة. رح أخذ قطعتين من الشرائح، واحدة بهاي الطريقة والثانية جنبها، وأحاول أثبتهم أول شيء ببعض. هأخذ الشوبك أدهنه بشوي صغيرة من الطحين وأبلش فرد بهالطريقة. هنخلي أول قطعة على جنب وناخد كمان قطعتين بنفس الخطوة. راح نثبتها والشوبك راح نحط عليه شوية طحين نتخلص من الزيادة، ونرجع نفرد القطعتين التانيين. نحاول نخليهم شوي بالطول. هلا رح ناخذ القطعة الأولى، رح ناخذ القطعة الثانية جنبيها. عندي الحشوة هاخذ جزء وأحطه بهاي الطريقة، أفرده وأحاول إني ما أوصل للنهاية. تكون الطبقة حاولوا إنها تكون رفيعة لأنه حيكون في طبقتين فوق بعض. بعد هيك رح ناخذ الطبقة سويناها بالأول، نفردها ونحط فوقها كمان شوي من الحشوة ونبلش فيها. حناخد أول طبقة ما عليها حشوة حنحطها من فوق، بعدين ناخد طبقة عليها حشوة بهالطريقة، بعدين طبقة ما عليها حشوة، وبعدين آخر شي الطبقة اللي عليها حشوة. هيك صار شكلها بعد ما طبقنا. هلا رح ننتقل للغاز. حولع النار، هحط شوي صغيرة من الزيت، استنوا الزيت لحتى يحمى وبعدين بتطبقوا فوقها هاي الصفيحة. وبهالطريقة بتقدروا تحطوها وبتقدروا تفردوها كمان مرة بالشوبك لحتى تصير معاكم أرفع. أول ما يحمى الزيت رح نبلش فيها إضافة على الزيت. رح أخذ كمان قطعتين حتى نحط قطعتين جنب بعض. طبعا بهذا الوقت الزيت عم يحمى، لازم أنزلها على زيت حامي. هاي عندي أول وحدة، رح نضيف عليها اللحمة. عندي القطعة اللي بعديها نحطها بالعكس. برضو كمان شوي من اللحمة حتى تصير مثل المطبق. وهلأ رح ناخد قطعة من اللي ما عليها حشوة ونرجع عليها حشوة بهاي الطريقة، والمي اللي بتنزل كلها بتقدروا تتخلصوا منها بسهولة. طبعا اذا هنا كان معي ما في حشوة باخد شوي بضيف هالكمية الصغيرة ومنسكرها. صارت معي القطعة الثانية جاهزة. هنروح هلا على الزيت الحامي والقطعة الثانية وحنخليهم يستووا على راحتهم. اول ما يتحمروا من الطبقة الاولى حنقلبهم على الطبقة الثانية، وبدها كل طبقة او كل وجه دقيقتين لا ثلاثة لحتى تتحمر مظبوط. بهذا الوقت رح نرجع نسوي كمان كمية. هناخد كمان قطعتين ثبتهم فوق بعض.
الشوبك عليه شوية طحين ونبلش فيها فرد. طبعاً إذا بتحبوش هاي الخطوة في شرائح بباستري أصلاً طويلة فبتقدروا تستعملوها نفسها، إذا لقيتوها أو توفرت بتقدروا تستعملوها لهالوصفة. هنشيل أول طبقة على جنب وناخد كمان تنتين ونبلش فيهم فرد. يلا هلا رح ناخذ من اللحمة بالعكس ورح ناخذ كمان شوية لحمة هنبلش نسكر فيها. نفس الطريقة بنرجع منطبق كل الخطوات اللي عملناهم من قبل. رح نحط شوية حشوة ونسكرها. هيك صار معي كمان تنتين جاهزين ليدخلوا النار. طبعا ضلكم شيكوا على اللي بالنار بلاش ينحرقوا، واللي بحب كمان يحطهم بالفرن بيقدر على درجة حرارة 180 بصفهم كلياتهم بصينية واحدة وبخبزهم من فوق ومن تحت لحتى يرتفع حجمها وتستوي من الجهتين. رح نرجع ننقلها كمان مرة نقلبها على الوجه الثاني ونخليها كمان دقيقتين. يلا رح نرجع نكمل باقي الكمية ونرجع نورجيكم كيف رح نكمل تطبيق وتزيين. هيك خبزنا آخر حبة، شوفوا اللون والقرمشة، طبعا الشرائح مقرمشة. رح نحطها في صحن التقديم وهيك بتصير وصفتنا لليوم جاهزة. عملت لكم صفيحة بالبيف باستري، بتمنى تعجبكم وتطبقوها. للصبايا اللي بيحبوا الأشياء السريعة هاي رح تسعفكم. تابعوني أنا شيف أحلام عبد الله من مطبخ الأحلام يوميا على قناة اليرموك.